أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. شكون موجود؟ أكيد أنه فما حد جيت تضربني كرعبة، ولا تضربني بسكليت هوني، مش تضربني كرعبة. أهلا وسهلا بكم. أهلا أهلا رمزي جلول زياد قدس. حبيت نقدم أحر التعازي للشعب التونسي ولكل شمال إفريقيا، للأحرار، لغير المسلمين مهما كانوا، وللمنافقين من المسلمين زادة بقدوم شهر النفاق وشهر الجهل وشهر الخمول وشهر الكفر الحقيقي. هوني من أمستردام كل شيء محلول، هني مش نعمل بكم دورة. طبعا هنا فما مسلمين، لكن حتى حد ميحل فمه. هذا الفرق من بين دولة حرة ودولة تحكم فيها قوانين إسلامية. الفرق أن هوني الإنسان على طبيعته. نوريكم شوية، نفرجكم شوية العباد كيفاش كل شيء محلول هوني. كل شيء موجود. أمستردام تعرفوها، يعني مكان الحج لكل الطبائع البشرية بدون التعدي على الآخر. هنا كل شيء مسموح إلا أن تتعدى على الآخر ولا تمنع حرية الآخر. ما عندك الحق تسرق، ما عندك الحق تقتل، ولكن عندك الحق تعمل كل شيء. الطبيعة الإنسانية كما هي، كيما تحب أنت، كيما تحب أنت تكون. المهم ما تتعداش على غيرك. نعم بكم دورة شوية هكا وبعد نرجع لكم باش نوريكم الفرق من بين الإنسان والحيوان. الأديان جعلت لكي تجعل الإنسان منافق، لكي تجعل الإنسان حقود، كاره لأخوه الإنسان وكاره للبشرية. فهمت؟ طبعا عدد الصائمين في تونس أكثرهم يما بالسيف يما ظروف يما وضع، أما كان خذاو الحرية من ظن تصورش كان واحد منهم يصوم، فهم يتبعوا غير الأخرين، كل واحد لهي بالآخر. المهم حبيت نقدم تحية لكل من هو غير مسلم ولكل من هو منافق، حتى منافق مسلم عمل روحه صايم هنا. طبعا أمستردام غير ما نعرفكم بها، هذايا انتوا ما نعرفكم، داكم في زبوبكم الرجال ونساء، داكم في بتاعكم. طبعا مش الكل، ما نعممش، اما النساء ولا تحب تشبه الرجال ولي خامجة كيفو، نفس الشيء. هذا متحف الجنس من أكبر المتاحف الذي يحتوي على كل التوجهات الجنسية للجنس البشري منذ أن وجد الإنسان، من عهد الإنسان العاقل الأول وحتى من عهد الإنسان الحيواني. كل التوجهات الجنسية. هو المتحف، باهي نعريكم شوية المتحف، مانيش باش ندخلو. طبعا تلقاهم عبي بالعرب. هو هذا شيطان الجنس، شو محلاه. هذه هي شيطانة الجنس، نعريكم شوية.
او حتى بتاع العذريه ذاك كانوا يلبسوه قبل المراه العاذر العذراء. هذا كانوا يلبسوه الاوروبيين للمراه العذراء. باهي نوريكم خاطر عرضني في طريقي راه وانا مانيش هذا اله الجنس اله الجنس نعرفكم يعني انتم غاديك متشوقين ياسر نتيجه الكبت اللي عايشينه معنتها لازمكم في الحقيقه مرحله حيوانيه عظيمه باش تشبعوا مليح باش تعرفوا قيمه الجنس شنو. المهم كل شيء مفتوح هوني المسلمين هاو متحجبين موجودين هاو حتى فما مسلمين يشربوا عادي يشرب لك في البيير هوني ووقت يجي لبلادنا يولي يحل في فمه ويقول لك ما تصوموش قدامي اللي يحب ياكل ياكل اللي يحب يشرب يشرب اللي يحب يتكيف يتكيف اللي يحب ينيك ينيك اللي يحب يزطل يزطل كل شيء مسموح كل التوجهات الجنسية موجودة أتم معنى الكلمة. المهم منحبش نطول عليكم ياسر أنا غير معنتها نعطي فيكم في نظرة. أهلا نادين نضال أهلا أهلا بكل الأحرار أهلا بكل الوطنيين لأن تكون حر ولا تكون وطني كأنك لا شيء. من ليس له تاريخ ليس له وجود من ليس له ذاكرة. وهنا الغريب في الأمر طو نتعداو يمكن نشوفوا أن القهاوي والسهريات في الليل تكون معبية بالعرب خاصة من الخليج. أمستردام هي حج لكل معنتها الناس في العالم اللي منجموش يقوموا به في بلدانهم ينجموا يقوموا به هوني. المهم نعطيكم فكرة خلنا نشق الكياس. أنا غير معنتها وهذا أنواع الجبن. الغريب في الأمر في أمستردام اللي هي يقولوا فيها كل الذنوب بالعالم بالحق هي فيها كل شيء اللي تتصوروا لي ما تصوروش ولكن صدقني تبتد تجول فيها ما تشوف حتى شيء يعني ما تشوف حتى مظهر غير طبيعي. هذا يا واحد متاع فريت أمريكا لا بلش بلش هولندي جو كخوا هذا نوع متاع الفريت لا هولندي. حتى الحيوانات عايشين بخير. المهم انا قاعد ندور فيكم خلينا نشقوا الكياس. يعني رغم اللي فيها كل شيء ما تلقى حتى شيء ينافي معناتها تبدا تمشي مراه متحجبه مع رجلها في وسط امستردام ما تشوف حتى حاجه فهمت مخالفه معنتها نجم نقولوها نسميوها الأخلاق فهمت. يعني باش يوريك احنا التخلف نتاعنا يعني راهو التخلف نتاعنا مش في المسلمين برك حتى في اللادينيين. تو واحد ياكل في الشارع عادي فهمت ما فما حتى مشكلة. أما فما أشخاص يعني معنتها يتصرفوا تصرفات يعني غير أخلاقية هك زعما زعما أنا حر زعما زعما أنا حر باش يوري روحه هو حر. طبعا يكون في إطار معنتها تنظيم من أجل مطالبة بحقوق معنتها هذا لا نقاش فيه. أما في إطار معنتها غاتوي حكاية فارغة. المهم هاو نوريكم توا نمشيو ندخلوا هذايا الشارع
شارع الصهريات الكبير. لا توا ماشي النهج، نهج معروف فيه كل هاو، هذاك علم المثليين، فهمت؟ هذا نهج المثليين. اي هاني انا زاد ندور فيكم، هذا توا فارق توا، خاطر تعرف المثليين ديما يقوموا مخ، فهمت؟ ولا يخدموا. هذا نهج المثليين، تشوفوا كيفاش الاعلام كلها نتاع المثليه خالص. Je suis d'Alger et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ah ok. Coco, coco. لا انا قلت لكش ما تاكلش في الواحد، اكل بطريقة عادية. اسمع اي شيء راهو الفعل بحد ذاته، الفعل بحد ذاته ما عنده حتى قيمة. ما فماش خير وشر، فكرة خير وشر باهي وخايب. الأهم شنو الخير هو؟ الخير أنك تعمل حاجة بطبيعتك. مثلا أنا مثلا في تونس كي نجوع ونحب سيجار ونتكيف سيجار عادي، فهمت؟ نحب نجوع ناكل عادي، فهمت؟ مهمنيش شنو بشوقة شنو ميوقعش، مهمنيش. أما كي نتصرف تصرف الهدف متاعو هو تقليق الآخرين، طبعا الآخرين ما عندهمش الحق يتقلقوا، لكن كان انا نعمله بنيه خايبه نولي انا نتصرف كما تصرف المسلم. نفس الشيء انا راه ميهمنيش المظاهر، بالعكس كول وتكيف وتدخل الحبس. شنو فيها حبس؟ واحد زوز وثلاثه واربعه وخمسه وعشره حتى تولي ظاهره عاديه. اما التصرف يكون تصرف عادي، فهمت؟ مش تصرف كما نقولوا احنا بنية خايبة. هذه النية هي المهمة، فهمت؟ علاش الناس يجين في صوم الصوم كبير والمسلمين يفطروا، لماذا الأقباط لا يتعصبون المسلمين؟ على خاطر هما تجاوزوا هذيك المرحلة، فهمت؟ تجاوزوا، حتى هما أكيد وقتها كانوا أكثرية كانوا يعملوا نفس الشيء، فهمت؟ المسيح وقتها كانوا موجودين في مصر الأقباط، وكانت فما الديانات الأخرى كانوا يمرجوا لهم الكبدة متاعهم. نفس الشيء هي عقلية، مش مسألة الدين ولا مش دين. الدين ما عنده حتى قيمة، الفكر ما عنده حتى قيمة. الفكرة كان ميطبقهاش إنسان ما عندهش قيمة. أي فكرة ما تطبقهاش إنسان ما عندها حتى قيمة. ذاك علاش معناتها صحيح ننقضوا الدين وننقضوا الأفكار الإجرامية بصفة عامة، مهما كانت الإجرام إجرام مهما كان. طبعا المنهج هذيك هي المشكلة، المنهجية واحدة، العقلية المزمرة واحدة، النية الخايبة واحدة، الكره للآخر واحد. هل احنا نحب نغير مجتمعنا ولا نحب نتحول من كره للإسلام، فهمت؟ من معناتها من كره المسلم للكافر للكره الكافر للمسلم. شنو بغيرنا؟ ما غيرنا حتى شيء غير بدلنا الاتجاه. كنا نكرهوا فهمت الكفار، توا باش نوليو نكرهوا المسلمين. اذا باش نقعدوا شعوب منيكة من الاصل، فهمت؟ العقليه نتاعنا ما تبدلتش. توا فما واحد مثلا هولندي، فهمت؟ يعمل حاجه مثلا ولا معناتها مثلا يجي يتكيف شماته في الاشخاص اللي صايمين، ما فماش، فهمت؟ ما فماش. هذاك علاش يعني لازم واحد بهذا نتاع الواحد بيه. ما نحبش انا نورمالمون، ما عندكش تصور هذا نتاع البيوت نتاع العاهرات. العاهرات لا ما فماش جوامع هوني، هوني بعيد، يمكن فما جوامع ما نعرفش عليها. جامع ما عنده حتى قيمة هوني، فهمت؟ المسلمين هوني متربين، خاصة في هولندا مش كيما في فرنسا، فهمت؟ خاطر القانون صعيب. أنا متقلق على الإفطار. لا معناتها تصرف عادي،
ما لازمش تكون نية خايبة. النية الخايبة هي الحاجة الخايبة، فهمت؟ احنا لازمنا نكونوا على طبيعتنا. تو الاوروبيين على طبيعتهم، احنا نحب نقلدوا كل شيء، نقلدوا كل شيء، نقلدوا حتى الاوروبي نقلدوا، فهمت؟ يعني ديما مسلوخين من طبيعتنا، ديما مسلوخين من طبيعتنا. هذه كنيسة جدا قديمة، توا هي ميزيوم يعني معرض. هاو هذا ذا بولدوك، اكبر كوفي شوب، فهمت؟ اكبر كوفي شوب في هولندا. شوف محلاها امستردام، ياسر جميله الحقيقه. الحريه اللي في امستردام يعني ما تنجمش تصوروها، فهمت؟ يعني صدقني ما فماش حاجه، معناتها نعدي لكم على العاهرات يعني يشتغلوا، معناتها شغلهم تلقى كل الانواع من كل الجنسيات. شفت معناتها كل شيء موجود، كل شيء، كل التوجهات، كل شيء موجود. هاو هذا ذا بولدوك، هذا الكوفي شوب. باهي ما نجمش ندخل بالتصوير خاطر ممنوع التصوير. كل نهج خاص بحاجة. نحي الدخان كما نحي كان نحي الدخان شكون تكيف. المهم عملت بكم دورة طبعا، نرجع لكم للنهج الرئيسي، فهمت؟ هذوما كلهم يتحلوش توا، يتحلوا من بعد. الفيترينات اللي يسميهم الفيترينات، فهمت؟ أمستردام. باش تنحي الكلمات تونس جميلة، المغرب جميلة، الجزائر جميلة، ليبيا جميلة، احنا شمال افريقيا عندنا من اجمل المدن، يعني من اجمل المناطق. هذا نتاع التتواج، نذكر صديقي ابولو، نوريه التتواج. ابولو كان جي هوني لما تعمل اللي ما تصوروش بالك. شوف التتواج، هذا لصديقي ابولو وسام. اهلا سالح، سال نقص روحاني، اهلا وسهلا. كل شيء موجود، يعني كل شيء موجود، يعني بأتم معنى الكلمة كل شيء موجود. هذوما أنواع الكابوتات. أهلا سهل خويا، أهلا أهلا. أنا اليوم نعمل في دورة في أول يوم من رمضان، وهنئ المفطرين، وأهنئ اللادينيين، وأهنئ الغير مسلمين بدخول شهر النفاق، وعظم لكم الأجر. شهر من العذاب، شهر من الإجرام، شهر من النفاق، كما نقول ونعاود نقول ونعاود نقول. الإنسان هوني على طبيعته الطبيعية، كما أنت تعمل اللي تحب أنت، هذه هي النقطة الأساسية. خرج عن وري وجهي شوية. المهم يعني الإنسان لازم يكون كما هو. مثلا أنا اليوم حبيت نهبط لأمستردام، هبطت لأمستردام
مش نهبط لامستردام على خاطر عندي غاية في نفسي يعقوب كما يقال. مانيش هابط أنا لامستردام غير شماتة ولا حاجة. نو فهمت؟ هابط لامستردام لأن عندي رغبة. لازم نمارس الأشياء متاعنا مهما كانت برغبة. المشكل اللي حتى المسلم بيه من نجمش نقرأ كل شيء. أهلا سارة، أهلا أهلا، كيف حالك؟ والله توحشتكم. والله تعرف ما عادش نعمل، ديما عبد الرحمن يقول لي علاش ما عادش تعمل لايف ويت وكذا. ما عنديش رغبة، ما عنديش رغبة، كيبدا ما عنديش رغبة ما نعملش. كريم ديما ضيف غالي وعزيز محترم، أهلا وسهلا. وأنت كذلك يا سارة، والعمل اللي تقوم فيه عمل جبار، يعطيك الصحة. خاصة أهم نقطة ديما نقولها ونعاود، يا سال الحرية، الحرية. هاو الناس تشرب، هاو تلقاه مع ربرة ويشربوا في البيرة وعادي، ويجي لتونس ولا يجي للدولة إسلامية يولي شريف وأبوه فاضل. أهلا زيرفان. إذن ما أنت اللي حبيت نقول هي النية، أهم شيء النية. ما تعملش حاجة أنت ما تحبهاش غير باش تقلق الآخر، ما تعملهاش. أعمل حاجة تحبها أنت، هذا هو الأساس. كان نحب نغير المجتمع بتاعنا هو أنك تعمل الحاجة اللي تحبها أنت، مش اللي يحبوها الأخرين. وإلا كانت توافق الفكرة متاعك مع واحد آخر عنده نفس الفكرة. يعني ديما الناس تجمع كما يقول لك الطيور على أشكالها تقع. إنسان خبيث فهمت يحب يقلق الآخرين، يتلاقى مع إنسان خبيث كيفه ويعمل الحاجة هذيك معاه. فهمت؟ أنا وقت نعمل حاجة نعملها خاطر عندي رغبة فيها، ونفركس مش الأشخاص اللي يحبوا ينتقبوا، لا، نفركس الأشخاص اللي يحبوا يعملوا كيفي على خاطر هما مقتنعين. طبعا بالفعل بالفعل عيش روحك وسايب الناس تعيش كما تحب. فهمت؟ هذه ما انت مسألة نقاش فيها. شنو بشي قصورك راسك؟ فهمت؟ بشي قصورك راسك؟ ما يقصولكش راسك. شوف حتى الحمام عايش. هذا يا هذا على الظلم اللي موجود في الصين حول المجازر. المجازر هاو في أوروبا، المجازر اللي توقع في الصين. أنوريها لكم لحظة. هنا يحكيوا على المجازر. رمضان مصيبة زرقاء. شوفوني هنا عاملين يعني المجازر الصينية. هوني عاملين، شوف كيفاش حتى المظاهرات نتاعهم سلمية. هوني الحمام. شوف الولاد الصغار يعلموهم. شوف الحمام كان جاء احنا راو كلاوه، راو عملوه شربة. تو نرجع للمواضيع. قلت لك انا ما نعمل حاجة كونش كي نبدا مرتاح. فهمت؟ يعني صدقني ما نجيش نقول لازمني اليوم نعمل فيديو، لا، نقوم كيكة وحدي وحدي نعمل فيديو. انت عندي ما نحكي. فهمت؟ هاني جاي لتونس، هاني جاي لتونس في الصيف، جاي لتونس ما تخافوش. فهمت؟ انا ناكد لكم اللي جاي لتونس غير معناتها مساله وقتك هاو. شوف هذوما الحصن الهولنديين القدم، هذوما الكاريتات. باش نجي في شهر جبيليا ولا اوت، انا نوعدكم.
وكان توخرت شوية نوخر حتى لسبتمبر، أما سور لازمني نخلط على الصيف. ناظر عباد عايشين، هذا يا متحف. هاني مثلا توا جعت، صدقني جعت، فهمت؟ انا وقتها نرجع للفيديوهات، غير عندي امور لازم نكملهم، فهمت؟ بصحة كل الفطارين، بصحة كل الفطارين. اصبر نسكر الوحده متاعي. خنوريكم السماء شويه. نرجعوا تو، نرجع اهلا حموده. يا حموده جويليا او اوت باش نجي لتونس. سايي حصلت على الجنسيه، نستنى في الباسبور توا، خذيت بطاقه التعريف ونستنى في الباسبور، ومن بعد نعمل الباسبور بتاعي التونسي. نمشي للدنهاخ ناخذ الباسبور بتاعي التونسي ونجي. هاكا ما تنساش بلعة على حسابي انا كيما تحبها انت. تو نجيب لك بيره، كيما نجيب لك انواع البيره اللي تحب عليهم. لا حد شيء ايه، مزمرين. اسمعني، لو كل واحد يغير روحه ويعملوا مظاهرات سلميه، فهمت يا سيدي؟ كل واحد يحب يعمل حاجه يخرج يعملها في الشارع، تو تشوف المجتمع كيفاش يتبدل. لا مظاهرات، لا سياح، لا عياط، لا بلاد، لا هذاك الكل. هذاك الكل يستغلوا فيه السياسيين واصحاب السياسه واصحاب المصالح والاعلام. انتم تغذيوا في الاعلام، فهمت؟ اخرج اخرج يا سيدي وحدك، وحدك حر. لا علاش 10 سنوات؟ عندي 4 سنوات يا ولدي، 4 سنوات وشويه في هولندا، قريب 4. ليش 10 سنوات؟ لا لا، ها خرجت عام 2005 سنوات تقريبا، خرجت عام في آخر 2012 خرجت. علاش 10 سنوات؟ شبيك يا أخي؟ بسكلاتات، الناس تضحك تلعب. صدقني توحشتكم حتى انا، توحشتكم ياسر 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 برشا برشا برشا. حموده اسمع، عمرنا لا شربنا مع بعضنا، لكن عمرنا ما عملنا سكره، سكره متاع الهبال انت والياس الزوز. وتو نجيب لك بيره صنع يدوي، معناتها من المدينة متاعي يصنعوها في وقت معين. شوف شوف لعبت كيش عايشين. أما راني أنا ما نسكرش، تعرفني 4 كعبات ومبيل. أما نحب نشوف أنا، قد ما تسكر أنت قد ما نسكر أنا. سلم على الياس ياسر. لا كنت متزوج طلقت، وتوصلت لهوني طلقت. فهمت؟ يا مرحبا بيك يا سارة. طبعا امستردام روعة، ومش امستردام بركة، باي نعرف اللي الياس من نجمش يمشي لامستردام، ممنوع.
ممنوع. نزيد نكمل لكم النهج هذا. نكمل لكم النهج هذا نوريكم شوية. ها رمضان. ها وفما المسلمين وفما المتحجبين وفما المنقبين وفما المترمين وفما المنافقين وفما كل شيء. أكثر وحود تلقاهم في القهاوي بتاع البيرة والشراب والفساد والقحب هما المسلمين. أكثر وحود بالصف تلقاهم. طبعا المهم أنا وقت نجي تون معناتها طبعا مانيش باش نعلم حد وقتاش باش نجي. باش نجي من بعد نعلمكم وقت نبدا في تونس. وقت نبدا في تونس نعلمكم. طبعا مانيش باش نخبي الحكاية. توحشت تونس، أنا توحشت أرض تونس. بنك. لا باش ندور كل شيء يا عصر. باش نمشي المدن اللي باش نمشي لها طبعا. الشمال الغربي الكل باش نزور 22 ولاية. فهمت؟ اهلا وسهلا. رغم اللي امريكا ما نحبهاش ياسر، القارة الامريكية تجيني بعيدة، اما علاش لا؟ لا معناتها ما نقولش خاطر ما نحبش تكسير كرايم. فهمت؟ باش نجي ديريكت يعني، مانيش باش نكسر راسي. نخرج هذوما الاشياء سوفينير دو هولاند. دي سوفينير دو هولاند. هذا الصابو الهولندي، هاي الشلاكة، هاو القبقاب، هذه المولا. اسمع انا راني وقت نجي هكاك تطلع لي في راسي نجي باهي. الوراق نتاعي الباسبور التونسي يحضر في جوان، متعرفش عليه وقتاش نقص البي ام تاعي ولا جويليا ولا حاجه. فهمت؟ توحشت البلاد وتوحشت صحابي وحبابي. 5 سنين كمان ما مشيتش لتونس. كل شيء محلول. نعرف ما نحبش نطول عليكم ياسر، ما نحبش نكسر لكم راسكم، اما باش نشوف كل الاحبه كما نقول. يسلو الفؤاد، يسلو الفؤاد والاحبه في سلا. انا نموت على المغرب الحقيقه، يعني بلدي الثاني المغرب. يسلو الفؤاد والأحبة في سلا. سيدي بوسعيد، إيه يا حسرة وريانة وباب العسل، والمدينة العربي، سوق النحاس، هبط عليهم قنبلة هذم، العنهم. اي 51 اورو البابي، اما البي دي اف اللعب لا 2 اورو. البي دي اف 2 اورو. علاش؟ على خاطر عملت بابي سبيسيال، احسن انواع البابي. فهمت؟ البابي يقعد 100 سنة اون بلوس، فيها البوم فوتو وفي 500 باج، مش شويه. فهمت؟ ما فماش زلابيا ومخارق. لا فما زلابيه ومخرق لكن مغربيه. التونسيه لا ما فماش. انا نحب الزلابيه لا محاله، ما نحبش المخرق. ما فهمتش كيفاش ياكلوها المخرق. مره حبيت ناكلها شويه لمت. قرطاج والجنوب وتطاوين والمناطق الامازيغيه وباجه، ها، والكيف وجندوبه
والقصرين. هاي قافلة أوفاليا. زرت تونس العاصمة الحمامات السوسة. المهم نتمنى أن نلقى حتى الجماعة اللي يبدأوا في الخارج كان يجيوا لتونس نتلقاو في تونس يكون سي تري بيان، فهمت؟ خاصة اللي موجودين بعاد. ها هنا البطاطا. لا بطاطا. هاو المسلمين. لا أنا من أريانا، أنا من أريانا. أريانا العريانة. أريانا لو كان فيها بحر حتى حد ما يمشي للقبر. لا أنا من أريانا ومولود في باب العسل. باب العسل. المهم قريب نوصلوا الواحد خاطر خافلة توفالي الباتري. يمكن في الليل تنعود نعمل لايف وتنجي مروح. أنا باش نمشي ندور توا شوية، فهمت؟ نعمل كعبة بيرة ونتذكر حمودة وحاتم المرزوقي وحاتم الآخر اللي مفهمش ريحته. حمودة سلم على حاتم المرزوقي والرجال اللي نعرفهم في تونس. أريانا بحذا مطار تونس قرطاج. أريانا ولاية. أريانا ولاية كاملة راهي. أريانا كيما ولاية بن عروس بحذا قمرت. المهم شنو تحب توصيه؟ المهم انا من امازيغ صنهاجة ريف المغرب تاع اخي كريم فهي. اهلا وسهلا. اهلا 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 باهل الريف وحراك الريف. اهلا بالقائد الزفزافي. اتمنى يتم اطلاق سراحه واطلاق سراح كل المساجين والمخطوفين واطلاق سراح كل اهل الريف اللي مسجونين. هم مسجونين في بلادهم. اهلا وسهلا. المهم هاو باي الماريخوانا. هاو الماريخوانا كل شيء عطر بالماريخوانا، كل شيء بالماريخوانا. حتى هاي الماريخوانا يضحكوا هوني والماريخوانا هوني والماريخوانا لبس مريت والماريخوانا منقالة والماريخوانا رضعة والماريخوانا كل شيء. وحتى بونبون بالماريخوانا، كل شيء ماريخوانا، شيشة بالماريخوانا. هاي أنواع الأنواع الكل متاع الماريخوانا من كل أنواع العالم. طبعا اللي كازينو تحية لكم لأهل الريف وأهل القبائل وأهل الشاوية وأهل الأطلس وأهل مزاب وزوارة ومزيغ تيناست تونس. هاي المهم ما توصيوا حد شيء. اهلا بكم الكل. وصدقني توحشتكم برشا 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 برشا. توحشتكم. وتنرجع للفيديوهات نتاعي قريبا سوف اعود. تو نرجع للبلاصه اللي انطلقت منها ونعطيكم بوسه كبيره. عشرين سنه ضوئيه اكثر يا ودي. 100,000 سنة ضوئية. أما إحنا تصدقني كان نحطوا في قلوبنا في نهار وليلة نرجع كما كنا وخير من اللي كنا. صدقوني غير لازم الرجال نبعدوا على الطحانة والخونة والمنافقين، فهمت؟ اللي حقه يحبوا يتبعوا السيستام كله لازم يتكسر، وما يتكسرش لا بونية ولا بضرب.
كل واحد يعمل اللي في راسه ويعمله باقتناع وخلي يغلط، واللي يغلط يصلح روحه بشوية بشوية. اغلط، تعلم اغلط. لا، القبائل لهجتهم تشبه لهجة سوس، الشاوية وزوارة وأمازيغ تونس تشبه الريافة، مش كيف كيف. المهم تحياتي، هذيك الكار الإنجليزية اللي خلنا نشق الكياس. المهم أتمنى ما أنت عملت بكم دورة في روتردام، في أمستردام، سامحوني قدر ديما نمشي روتردام. أمستردام كمان بعيدة عليا 90 كيلومتر، تعرفوا هولندا صغيرة. خلنا نوريكم وجهي مرة أخرى. Pour info Karim, في رمضان je passe tous les week-ends في موزايكا فام. أهلا 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 أهلا، سي بيان والله سي بيان، فرحت لك فرح لك ياسر، سي بيان والله، هذاك تراث باش يبقى للتاريخ. يعطيك الصحة حمودة، يعطيك الصحة. مرة هذية مرة خيتش، كملت حتى للآخر. المرة هذية مرة خيتش، عرفتك حاجة تحبها، قلت هذه مستحيل يرخ فيها. لا لا قل لا شيء، لا قل لا شيء، لا قل لا شيء. اشتر الشعب التونسي ملحد، لا ديني غير مسلم، فهمت؟ أربعة من الناس يحكموا فينا، فهمت؟ أربعة من الناس من الخونة، من خوانجية ومن تساترة، هما اللي يحبوا يظهروا لنا هكاك. نحي نحي، قول ما عادش دولة إسلامية عربية تقعد تشوف، فهمت؟ فماش قلة، وحتى كان قلة الأخرين محسوب كثرة، مو قلة ثلة من الخير وثلة من الشر، وأكثرهم رعاة يتبعون كل ناعق. يا أخي المجرمين والخونة الثلة زادة. هاي هاني وصلت أنا هوني باش نوصلكم للقنطرة. نوصلكم للقنطرة. ونخليكم هوني. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم. نقول لكم ازول ولا نزول، تنميرت، تحياتي، واصبروا، والصبر جميل، فهمت؟ شهر ويتعدى، اما الشهر هذا صدقني اخرجوا اخرجوا، ما تتبعوا حد. اخرج، تحب تاكل كول، تحب تشرب اشرب، اعمل، خلي شدوك واحد وزوز وثلاثة، اي واحد يتشد، فهمت؟ ما يكونش تابع الحملات اللي عاملينهم الدولة باش يعملوا بها الإعلام، فهمت؟ حركة تغيير شمال أفريقيا معاه، أي إنسان حر احنا معاه. مع السلامة.